ماينشولا اونشولاين ان دير سفايتن كلاسي دير ميتل شولي ان دير الفرو اجبارك شولي فريدي بامشكايت اون ذا جوتس طلابي وطلباتي بالصف الثاني الاعدادي بمدرسة الفاروق. اهلا وسهلا بيكم مع هير وليد فضل. النهارده هنحل بعض الاسئله اللي وردت عندنا في الشيت، هي اسئله الالتاك زيتو اتسيون، سؤال المواقف اليوميه، وسؤال فاس باست هي ونشت، سؤال الكلمه اللي مش مناسبه، وسؤال الديالوج اللي هو سؤال المحادثه. المحادثات سو ارست ماخت ده الشيت اوف. الاول اللي بداوا معايا يفتحوا الشيت على الاسئله اللي احنا اتفقنا عليها. هنفتح الاول على سؤال الالتاك زيتو اتسيون، سؤال المواقف اليوميه. اول موقف بقول لك بيتر في وقت نقديم انتوشت سفخ. لازم تكون حافظ ان كلمه انتوشت سفخ معناها حصه تمام كده، او حصه مدرسيه يعني، او ماده دراسيه. فبقول لك بيتر بيسالك على الماده الدراسيه بتاعتك، هتقول له ايه؟ كونست. كونست اللي هي الرسم، ودي احدى اللي هي الشول فيشه اللي احنا درسناها، اللي وردت وذكرناها قبل كده في فيديو في الفيديوهات. ذكرنا كل الشول فيشه، كل المواد الدراسيه يعني. ممكن اقول لك فيزيك، ناتور فيزن شافت اللي هي ماده الساينس، ماتي اللي هو الماس، اوندرز وفايتر الى اخره. بعد كده الموقف رقم 2 بيقول لك داين لينيال است فيج. داين لينيال معناها مسطرتك، است فيج معناها ضاعت. اي حاجه من الشول زوخن ادوات المدرسه معاك هيجي معاها كلمه فيك ضاعت، انا حاجه ضاعت مني في الفصل هقول ايه؟ فو است ماي لينيال، فين المسطره بتاعتك؟ ضاع مني البلاي شتفت القلم والرصاص، هقول فو است ماين بلاي شتفت. الموقف اللي بعده بيقول لك فراو هبه زاكت، بتقول لك داز است نيش داز بيو هيفت، دي مش كراسه البيولوجي بتاعتك، فتقول لها انت شولديجونج، انا اسف معذره. الموقف اللي بعده دفراج الصناخ دير كلاسي، بتسال حد عن الفصل بتاعه، هتقول له ان فيلش كلاسي جيت اير، او بتسال يعني بتسال مجموعه الطلاب بتقول لهم انتوا الفصل بتاعكم فين، هتقول لهم الى اي فصل انتوا ذاهبون، هتقول لهم ان فيلش كلاسي جيت اير. الموقف اللي بعده كمال فراكت، بيقول لك فو است داز دويتش هيفت، فين كراسه الالماني بتاعتك؟ هتقول له دا است اس، معناها ها هي. هنا بنختبر شويه في حفظ اداه الكلمه. احنا اتفقنا ان كلمات الاداه دي بعوض عنها بضمير ار، وكلمات الاداه داس بعوض عنها بضمير اس، وكلمات الاداه دي بعوض عنها بضمير زي. فمثلا لو جبت لك قلت لك فو است داس دير كولي، فين القلم؟ هتقول دا است ار، ها هو، اون ذا فايتر الى اخره. يبقى لازم تحفظ الكلمه بادتها وتحفظ بتعوض عنها بايه، زي ما تعودنا في الايه في التدريبات بتاعتنا وحلينا قبل كده. مروه فاكت بتقول لك مروه بتسالك فاز است داس، ما هذا فاز است داس؟ ده معقدينه من زمان جدا، عارفين ان هو سؤال بسال بيه عن الحاجه الغير عاقل، بسال بيه عن الزاخن الاشياء. يبقى لازم تجاوب بحاجه غير عاقل. الحاجه الغير عاقل عندك اللي هي سايشن بلوك، اللي هي كراسه الرسم. ممكن اجيب لك اقول لك اينبوخ، كتاب، ممكن اي حاجه غير عاقل، لينيال، مسطره. ممكن اسالك على اللغه مثلا، اقول لك فاز جبرش ستدو مثلا تتحدث، تقول دويتش. يبقى اي حاجه غير عاقل بسال عنها بفاز، ما ايه معناها، ما او ماذا. دفراج الصناخ دي مش توندن بلان، بتسال حد عن جدول الحصص، يبقى شتوندن بلان معناها جدول الحصص، هتقول له فاز هاست دو يتست، عندك ايه دلوقتي. طبعا لو الموقف بالعكس يقول لك يمان دفاكت ناخد مش توندن بلان، شخص ما بقى هو اللي بيسالك عن جدول الحصص، هتقول له اشبوت، هتقول له مثلا عندي زوتسيال كوندي، علم اجتماع، جيوغرافي، جغرافيا، جيششتي، تاريخ الى اخره. الموقف رقم 8 بيقول لك داين تاشي است في شنطتك ضاعت، وناديه زاكت هير است دي تاشي، شنطتك ضاعت، وناديه بتقول لك اتفضل هير است دي تاشي، بتقول لك اتفضل الشنطه، هتقول لها ايه؟ ها دانكي، يعني ايه دانكي؟ شكر، حد اللي قالك حاجه هتقول له دانكي. الموقف اللي بعده دفراج سنقديم لبلينج سفاخ، بتسال حد عن الماده الدراسيه، هتقول له فاز اس داين لبلينج سفاخ، ما هي مادتك الدراسيه او الماده المفضله الدراسيه لديك. الموقف اللي بعده داين فويند فراكت نقديم دويتش ليرا، صديقك بيسالك عن المدرس الالماني، فاز زاكت اير، هو هيقول لك ايه؟ في هايس داين دويتش ليرا، ممتازين. الموقف اللي بعده دو فراجس نختار كلاسي، بتسال حد عن الفصل، بقعد ذكره قبل كده، هقول له ان فيلش كلاسي جيست دو. اوليفر فراكت نختار شتوندن انتسال، اللي يهمني بقى كلمه انتسال دي معناها عدد، فشتوندن انتسال معناها عدد الحصص، فاوليفر بيسالك عن عدد الحصص لديك، هتقول له دراي شتوندي. اما ما حد يسالك عن كلمه انتسال تجاوب بايه؟ تجاوب برقم. طب لو انت اللي بتسال، لو دو فراجس انت اللي بتسال، هتختار دايما اللي هو السؤال اللي في كلمه في فيلي، يعني ايه في فيلي؟ كم عدد يعني مثلا هتقول له كم عدد الحصص، هتقول له في فيلي شتوندن هاست دو، كم عدد الحصص لديك. يبقى في فيلي للسؤال عن العدد وبتجاوب بايه؟ برقم. الموقف اللي بعده بيقول لك دو فيندست ماتي است اي بلود، بلود معناها ممل، وده من الصفات اللي جت مع المواد الدراسيه، بتساوي كلمه اسمها لونج فايلج، فعشان كده انا اخترت قلت ماتي است اي لونج فايلج اللي هي ممل. يبقى بلود بتساوي لونج فايلج بتساوي كلمه شفير اللي هي صعب، بتساوي كلمه نشت لايشت اللي هي مش سهل. يبقى لازم نحفظ الاربع صفات دول بيساوي بعض، بلود، لونج فايلج، شفير، نشت ايه؟ نشت لايشت.
الموقف اللي بعده دفاج استنغني نوتي بتسأل حد عن الدرجة، هتقول له فاز هاست دو ان شيمي او كيمي. عندنا كلمة كيمياء ليها نوتين، نقول كيمي او ايه شيمي، وبين بايدي زين دوشتش كلاهما صحيح. الموقف اللي بعده هي علي في وقت ناخدين اكتيفيتيتين ان ايه ماتي، اللي هو هي علي بيسألك عن ايه الاكتيفيتيتين بتعمله في اكتيفيتيتين معناها انشطه، بتساله في ايه بتعمله في حصه الماس. طب انا لازم اكون حافظ كل ماده بعمل فيها ايه، مثلا لو قلت لك فاز مخس دو ان ماتي بتعمله في حصه الماس، هتقول لي فيريشنين، زي الاجابه دي فيريشنين يعني بنعمل عمليات حسابيه. طب فاز مخس دو مثلا ان شبوت بتعمله في حصه الايه الالعاب، هتقول لي فيوتونين، بنلعب تمارين رياضيه. لو قلت لك فاز مخس دو ان ايه كونس في حصه الرسم، هتقول لي فيرمالين، باللون. فاز مخس دو ان ايه ناتور فيسن شافتن في حصه الساينس، هتقول لي ايه، هتقول لي فير ماخن اكسبيرمنت، بنعمل تجارب الى ايه اخره. يبقى لازم تكون حافظ الاكتيفيتيز اللي احنا شرحناها قبل كده مع المواد الدراسيه. الموقف اللي بعده دو فورس نغدير ماينونج، ماينونج معناها راي، بتسال حد عن الراي. دايما السؤال عن الراي بسال عنه في كيف، فاقول لك هنا في است جششتي، كيف يكون ايه التاريخ. لكن لو حد كان بيسالك عن الماينونج، يعني قلت لك يمن دي فاكت نغدير ماينونج، شخص ما هو اللي بيسالك عن الراي، لازم تجاوب بادجكتيف، تجاوب بصفه، تقول مثلا طول، رائع، اشفير، صعب، اوند زو فايتر، الى ايه اخره. هو عمر زقت بيقول لك داز است نيشت ماتي هيفت، دي مش كراسة الماس، اتفقنا. اما المدرس بتاعك يقول لك دي مش كراسة، هتقول له ايه ان شولديجونج. نشوف الموقف اللي بعده. عذرا، نبدا بقى سؤال هنا، سؤال الديالوج المحادثه. ادم بيقول فاز هاست دو يتست، بيسال هاني بيقول له عندك ايه دلوقتي، فهاني قال له ايش هابي يتست شبوت، عندنا العاب. فادم قال له في فيندست دو شبوت، ما رايك في الشبوت؟ قال له شبوت است تول، اللي ايه الرياضه رائعه او الالعاب رائعه. فقال له هاست دو انشبوت اين داي، عندنا حاجه اسمها النوتن اللي هي الدرجات. الدرجات عندنا او التقديرات في الالماني اين اينس، اين تسفاي، اين داي، اين فير. فهو بيقول انت جبت في الرياضه او ماده الايه الرياضه يعني جبت التقدير رقم 3، قال له 9. السؤال ما بيبدا بالفعل بتبقى اجابته يا او 9، فقال له 9 انشبوت هابي ايش اين اينس، انا جبت اعلى تقدير، اعلى تقدير اللي هو اين ايه اينس. يبقى السؤال ما بيبدا بالفعل تبقى اجابته يا او ايه، يا او 9. فطبعا عشان انا كنت هنا جايب لك السؤال في الشيت في النقط فوق، فقلت لك ايه كان تحت قال له اين اينس، يبقى لازم اقول حاجه عكسها عشان قال له 9، يبقى المفروض اقول اين اتس فاي او اين داي، تمام، حاجه عكس اللي في الاجابه. ادم في ايه اجم في 9. المحصله اللي بعديها بيقول لك فراو فاجنا بتسال، بتقول لها فو است داين ماتي هيفت فين كراست الماس بتاعتك، فزابيني قالت لها هير فراو فاجنا، اتفضلي. هير معناها هنا ايه، اتفضلي، هير معناها اتفضلي. فراو فاجنا قالت لها داز اس نيش داز ماتي هيفت، دي مش كراسه زي ما اتفقنا، هعتذر اقول ايه ان شولديجونج اللي هي ايه معذره. ففراو فاجنا قالت لها اس داز ماتي هيفت، دي الكراسه بتاعت الماس، فخلاص زابينا بقى هتعترف لها، تقول لها 9 داز است داز انجلش هيفت، دي كراسه ايه الانجلش بتاعتي. نيجي لسؤال من الاسئله المهمه عندنا، اللي هو سؤال فاز باست هير نشت، سؤال الكلمه اللي مش مناسبه. هو سؤال يبدو ان هو سهل، هو فعلا سؤال سهل، بس لازم اكون حافظ الفوت شوتس بتاعت الكلمات بالارتكل بالاداه، اذا كانت دي او داس او دي، واشوف هحل ازاي السؤال ده. السؤال الاولاني ده اول واحده بيقول لك بلوكي اللي هو جمع كلمه نوتا، شتوندن بلاني اللي هو جمع كلمه شتوندن بلاني وجدول حصص، كولي ألم، بلاي شتفتي إيلام، يبقى كلهم أداتهم دي الجامعة ما عدا كولي اللي هي ألم جاف أداته دير. بعد كده عندنا جين يذهب، بلود ممل، هابن يملك، لاخن يضحك، كلهم أفعال في حالة المصدر ما عدا بلود أدجكتيف صفة. بعد كده رقم 3 بيقول لك فاندر تاج اللي هو يوم رحلة، دوناوز تاج يوم الخميس، زامس تاج السبت، دينيس تاج التلات، كلهم أيام أسبوع ما عدا فاندر تاج، ده يعني اسم عادي، اسم يوم إيه رحلة مش يوم من أيام الإيه أسبوع، كلهم فوخن تاجي ما عدا ده فاندر تاج، مش يوم من أيام الأسبوع، ده معناها يوم رحلة إيه في المدرسة يعني. فولر، لينيال، بوخ، هيفت، كلهم أدوات مدرسية. شول زاخن، بس هنا أرجع للأداء، فولر أداتها دير، لينيال أداتها داس، بوخ كتاب أداته داس، هيفت كراسة أداتها داس، يبقى كلهم أداتهم داس ما عدا فولر أداته دير. ميدفوخ اللي هو يوم الاربع، شول تاج معناها يوم دراسي، زون تاج اللي هو يوم الاحد، زون ابند هو الاسم الثاني ليوم السبت، يوم السبت ليه اسمين زامس تاج وزون ابند. يبقى انت تلاحظ كلهم برضك فوخن تاجي ايام اسبوع ما عدا شول تاج، دي معناها يوم دراسي. رقم 6 بقول تول، نورمال، جوس، هويتي، كلهم صفات ما عدا هويتي ظرف زمان سايت انجابن، يبقى عندنا كلهم تول رائع، نورمال عادي، جوس كبير، هويتي معناها اليوم يعني توداي، يعني كلهم صفات ما عدا ده ظرف زمان، فهو الكلمه اللي مش مناسبه
بعد كده بقول جيوغرافي زوتسيال كوندي طافل كونست، كلهم شول فيشر مواد دواسيه، معنى طافل معناها سبوره، جيوغرافي اللي هي جغرافيا، زوتسيال كوندي علم الاجتماع، كونست اللي هو الرسمي. يبقى لازم اكون حافظ المواد الدواسيه وحافظ كل الكلمات اللي عندي. بعد كده عندنا كلمه نوي اللي هي جديد، زقت يقول، متصرفه مع الاير والايس والزي، فرتش معناها انتهى، فراي فاضي. يبقى كلهم هنا صفات ما عدا زقت ده فعل. بعد كده عندنا مشتي ماخست مالست شبيلست، كلهم افعال متصرفين مع الدو ما عدا مشتي، متصرف مع الاش والاير والاس والزي. وخدنا فعل مشتن ده هو معناه فعل يرغب، وده من الافعال من المضال فيربن اللي بيجي معاها الانفينيتيف في اخر الجمله، يعني الجمله بيكون فيها فعلين، ده من المضال فيربن، الفعل بيجي ده بيجي رقم اتنين، واخر الجمله يجي فعل في حاله المصدر زي ما درسنا مع بعضينا في الجراماتيك. عندنا في رقم 10 بقول دويتش انجلش فرنسوسش فيلوسوفي، كلهم ها اشباخ اللغات ما عدا فيلوسوفي ماده دراسيه ماده الفلسفه. بعد كده ميوزيك باوزي التاج نوتي، كلهم هنا مزيك ادتها دي، باوزي اللي هي البريك ادته دي، نوتي ادتها دي، يبقى التاج هي اللي ادتها دير اللي هي معناها الحياه اليوميه. فوتوس تسيفلينج تسوس وديو جوميز، يبقى عندنا كلهم دي الجمع معناها تسيفلينج اللي معناها التوام، اداته دير، ادته ايه دير. بكده تم شرح سؤال التاج سيتواسيون، سؤال الموقف اليوميه، وسؤال الديالوج المحادثه، وسؤال فاسباس دي نشت الكلمه اللي مش مناسبه. اتمنى تكونوا حققتوا الافاده او فهمتوا من الفيديو ازاي تحلوا الاسئله دي، واتمنى اشوفكم في اقرب فرصه وفي فيديوهات تانية فيها افاده اكتر باذن الله. بيس دهين تشوس. حتى ذلك الحين، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.